والحقيقة من خلال فقرتنا ثقافة وفنون النهاردة معانا يعني مواهب شابة كان لينا نصيب انهم يكونوا معانا النهاردة. وطبعا يعني الحقيقة أستاذ محمد طاهر أحد أعضاء الصالون الرواد الثقافي بمركز مدينة كوممبو، هو يعني المسؤول عن أنه دايما يغذي الشاشة عندنا بالمواهب الشابة. أنا برحب بحضرتك أستاذ محمد وسعيدة بيكو بصحبتك النهاردة من المواهب الشابة. كل التحية والتقدير لحضرتك وأستاذ. شكرا لحضرتك. أنا برحب طبعا بالبنوتة الجميلة منى مصطفى شاعرة، أنت بتكتبي وبتلقي شعر، عايزة أسمع صوتك يا منى، نعلي صوتنا كده. أنت أكيد بتقفي في الصالون الثقافي تقولي بصوت عالي وتصدحي كده، ها؟ تمام. كمان برحب باثنين من الأصوات الجميلة أكيد واللي هنستمتع إن شاء الله بإنشادهم. معانا فارس الحلاوي، فارس الحلاوي الحلاوي منشد، ومعانا أحمد أبو الحسن منشد. أهلا بيكم فارس وأحمد. ويعني إحنا قبل ما نبدأ أستاذ محمد يعني حابين نعرف، انت دايما الصالون عندكم بيجذب الاصوات الشابه والمواهب الشابه، المره دي احنا بنتكلم في شعر وانشاد. قول لي بقى يعني المره دي النتاج مميز، مش قصه او قصص قصيره او بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا بتقدم بخالص الشكر والتحية للصرح الإعلامي الكبير اللي يعني من آن لآخر بيتحفنا فعلا برعايته للمواهب. وزي ما حضرتك عارفة طبعا بإني أي موهبة على وجه الأرض، مش بنتكلم على الوسط الأسواني بتاعنا بس، لا، أي موهبة في الدنيا بتحتاج لثلاث أضلاع علشان يكونوا هذا المثلث، يعني مدعم ومدعم والضوء اللي بيسلط على الاثنين. فالمدعم غالبا بتبقى المؤسسات الثقافيه اللي حضرتك شايفاها على الساحه حاليا، متمثله في انديه الادب، متمثله في الصالونات الثقافيه، حتى متمثله في دور التعليم كمعاهد كمدارس كجامعات. صحيح. الضوء اللي يعني بتبقى المفرخه الاولى، يعني طبعا هي يعني هو الارض بيظهر الاول، بتزرع في فيها المدرسة فعلا. كل ده لا شك بان الضوء اللي بيسلط على الاثنين اللي هو ضوء الاعلام. صحيح. اللي حضرتك يعني احد اضلاعها، واحنا سعداء اننا بنقوم بالدور ده. بالعكس، هو برنامج حياتنا كل القائمين فيه من اكبر رجل الى اكبر رجل، طبعا ليس هناك صغار في هذا البرنامج طبعا. فتحيه لحضراتكم ودعمكم المتواصل حقيقه لكل انسان على الطريق. يعني صالون الرواد الثقافي، يعني احنا اثرنا من البدايه خالص ان احنا ما نسميهوش صالون ادبي. لو سميناه صالون ادبي هيكون قاصر على الادب، على الادب فقط. لكن صحيح. زي ما حضرتك شايفه النهارده، وانا تشرفت باكثر من لقاء هنا مع حضرتك تحديدا. ما بين قصه، ما بين احنا بنسعد دايما بوجودك وبوجود كل اولادنا وبناتنا الشباب الموهوب ده طبعا. طيب احنا خلينا قبل ما نكمل كلامنا نبدا نشوف فارس واحمد، نسمع الانشاد وبعد كده نرجع نشوف عشان نعرف نسمع صوت منا حلو. يعني هتبداوا مين؟ فارس تبدا ولا احمد؟ احمد. طيب اتفضل يا احمد. واجمل منك لم ترى قط عين، واكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا جمال النبي، يا حنان النبي،
يا جمال النبي يا حنان النبي، والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي. يا جمال النبي يا حنان النبي، والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي. ما لينا غيره هو ساكن في القلب جوا، ما لينا غيره هو ساكن في القلب جوا. حبيبنا وروحنا هو، حبيبنا وروحنا هو، وضمنا سيدنا النبي. يا جمال النبي يا حنان النبي، والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي. ما لينا غيره تاني وطرفه أكحل رباني، ما لينا غيره تاني وطرف أكحل رباني. أبلج ورد الوجاني، أبلج ورد الوجاني، صلي على سيدنا النبي. يا جمال النبي يا حنان النبي، والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي. نور المصطفى بلسم، ذكره في الورى طلسم. نور المصطفى بلسم، ذكره في الورى طلسم. أول ما ربي أقسم، أول ما ربي أقسم بحياتك سيدنا النبي. يا جمال النبي يا حنان النبي، والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي. اللهم صل وسلم. طيب خلينا كمان نسمع من فارس، هتقول لنا ايه، هتنشد ايه فارس؟ قصيدة كده، صلي يا ربي وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكر حضرة سيدنا النبي، نزلت دموع العاشقين تسيل. صلي يا ربي وسلم عن نبي خير البرية. صلي يا ربي وسلم والله عن نبي خير البرية. كل من زار المقام فالنبي رد السلام. كل من زار المقام الله فالنبي رد السلام. يعرف الخلق تماما، بشروا زوار محمد. صلي يا ربي وسلم الله عن نبي خير البرية. صلي يا ربي وسلم الله عن نبي خير البرية. وجهه فقلب دورا، زاده المولى سرورا. وجهه فقلب دورا، الله زاده المولى سرورا. قد بدا في الكون نورا،
قبل خلق الله محمد. صلي يا ربي وسلم الله عن نبي خير البرية. صلي يا ربي وسلم عن نبي خير البرية. الصلاة والسلام. خلينا يعني بعد الجرعة الجميلة دي من الإنشاد أروح لمنة، ويعني أظن أنت تشجعتي بقى، يعني أنا ابتديت مع فارس وأحمد عشان أنت يعني نسمع صوتك ونشوف يعني إبداعاتك بقى. أولا أنت هتبدأي تقولي لنا حاجة من نظمك، يعني قصيدة أنت اللي كتباها إن شاء الله. تمام، نعلي صوتنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي منى مصطفى، شاعر نادي ادب كومومبو وصالون الرواد الثقافي برئاسه الاستاذ ايمان الغزالي ومستر محمد الطاهر، وبشكر قناه تيوا وخاصه برنامج حياتنا. طب معلش اقرب لها كده يا فارس المايك. ايوه. بشكر قناة طيبة وخاصة برنامج حياتنا اللي دايما بيكون بيسلط الضوء على المواهب اللي زينا وبيكون داعم لينا اكتر. وبشكر كل طبعا المشاهدين وزمايلي واصحابي ومدرسين اللي بيتفرجوا عليا النهارده. بصي انا اصلا يعني فرحانه جدا بوجودي مع حضراتكم النهارده. احنا فرحانين بيكي وسعداك ان احنا نشوف موهبتك ونتعرف عليك ونعرفها لكل الساده المشاهدين. خليك. شكرا. هقول قصيده النهارده من كتاباتي بعنوان اسال ابنك. تمام. اسال ابنك نفسه في ايه وايه طموحاته وايه امانيه. فرق كبير قوي بين زمنك وبين الزمن اللي ابنك فيه. في فرق اكيد بين تفكيركم وتفهمكم على من الاشياء. على نهجك جايز هيصير لكن مش كما انت تشاء. ابنك مش فرصه تعويض للي زمان ما وصلتش ليه. ابنك مش فرصه تعويض للي زمان ما وصلتش ليه. خلي ما بينكم تملي حوار. علمه كيف يختار الصح، وان جالك وفي شيء احتار دورك بقى انك تنصح. ممكن يكون واخد من شكلك لكن عمره ما يكون انت. بس ان جيت وضغطت عليه وحده الخسران هيكون انت. لكل واحد في الدنيا كيان، وابنك مش لعبه ده انسان. حقه يقرر فين هيكون وانت تكون له سند وامان. ومع نضج وفهمه وادراكه نفسه هتعرف ايه مطلبها. ونجاحه هيكون في الحاجه اللي عجز انه يسيبها. فلو في شيء ابدا كان مش حبه قول لي ازاي راح يبدع فيه. اتحاوروا وتبادلوا ارائكم لكن مش بالضغط عليه. وفي الاول والاخر طبعا مهما يروح ويلف الكون مش هيلاقي لقلبك زي اخ وصاحب واب حنون. ازرع فيه الخير تلقاه وبلاش تسخر من امانيه. واسال غيرك دايما قوله اسال ابنك نفسه في ايه. شكرا. هلا دور. هو جميل طبعا الكلام. احنا يعني بتوجهي رساله انت للاباء انه ما حدش يخلي وجهه نظره تسيطر على اولاده. انت اللي كاتبه الكلام ده؟ انا اصلا كاتباها بحيث اني انا اصلا من اوائل اداره كومومبو على الثانوي التجاري. تمام. ففي من زمايلي كتير خالص اهاليهم نفسها مش راضيه ان هم يكملوا، او شايفين ان حوار الثانوي التجاري ده مجرد دبلوم وخلاص كده. فانت من وحي تجربه يعني معايشه. جميل. طيب في عندك حاجه تانية تشاركي بيها معانا؟ طب قولي. مش ممكن اقول مثلا عن بابا لو حاجة عن بابا. عكاز ايدي من اول يوم، صاحب حكاياتي قبل النوم، ابني اللي بقاطع من اجله الكل، حلال العقد المربوطة، والسر في رفع بلاء بالكوم. ابويا تشكيلة جميلة من الاوصاف، الركن الامن لما بخاف، سيد كل الناس وحبيب عمري، شادد على ايدي في اي طريق، فارس احلامي ومن صغري،
بتحاكى بمدى طيبة قلبه. صندوق مليان حكايات صعبة، تجاعيد الوش سنين غربة، ودموعه تقول كم عاش صامد. أول من قال أجمل وحدة، أول من شلني من الوحدة، أول من مال وسند عودي، والسند الداعم لردودي، وعدو وعدو اللي يبكي عينيا، بطل الحدوتة من الأول، وعمود البيت حاضر غايب، والكف الحاضن لإيديا. الجوكر عمره ما كان شايب، جزمته على باب البيت نعمة، وعصيته مهما تقول، والأم الخايفة عليك على طول. جميل. طيب خلينا من منا اجيلك كده استاذ محمد. المواهب اللي معانا النهارده انتوا يعني بتقدموا لها الدعم باي صوره بقى كصالون ثقافي؟ طبعا عمرنا ما هنكون ونادي ادب وحاجات كتير، ربنا يخلي حضرتك. عمرنا ما هنكون الدعم يكون بقدر الاستوديو الرائع اللي احنا موجودين فيه. دعمكم يعادل دعم سنين طويله لاي مؤسسه ادبيه حقيقه، يعني لان الاعلام واحنا بنطالبه بالمزيد من دعم المواهب. تمام. لا شك طبعا بان الدعم له اكثر من مستوى. الدعم المعنوي اللي بيسموه كده اهل السياسه باللوجيستيا، يعني ايوه الدعم المعنوي اللي هو لا انت على الطريق، تستطيع ان انت تحقق اللي انت عايزه. ده الدعم فيما يخص الدعم المعنوي. أما الدعم الحسي على أرض الواقع فهو بيكون في الحضور الأسبوعي لاجتماع الصالون، مع مواجهته للجمهور، مع الحفلات المتواصلة، مع الندوات اللي احنا بنحاول، يعني احنا لو مجرد مدعوين بس للندوة بنحاول ان احنا نستعين يكونوا موجودين، المواهب المتميزة دي تكون موجودة وتشارك، على اعتبار بان الدربة والميران زي ما بيقولوا هم اللي بيحطوا الموهبة صحيح. على الطريق الصحيح. فده ده نوع من انواع الدعم يعني. واحنا بنتهز الفرصة دي وبشكر طبعا الأستاذة الفضلة إيمان الغزالي لدعمها المتواصل، يعني لا تدخر جهدا حقيقة في دعم المواهب دي في الصالون، وكل القائمين على هذا الصالون الثقافي، وإن شاء الله يكونوا على الطريق دائما يعني. ان شاء الله ربنا يوفقكم ويوفقهم. ويعني انا هرجع لفارس واحمد، وحابين تقدموا لنا ايه كل واحد فيكم كده هينشد لنا ايه؟ احنا هنقول قصيدة مع بعض. اتفضل. عزي انت عزي يا رسول الله، جاهي انت جاهي يا ابا الزهراء، عزي انت عزي يا رسول الله، جاهي انت جاهي يا ابا الزهراء، يا معدن الانوار الله، يا منبع الاسرار الله، يا معدن الانوار الله، يا منبع الاسرار الله، يا خيرة الاخيار، يا خير خلق الله، عزي انت عزي يا رسول الله، جاهي انت جاهي يا ابا الزهراء، عزي انت عزي يا رسول الله، جاهي انت جاهي يا ابا الزهراء، اسمك على الجنات يا غاية المنة، اسمك على الجنات يا غاية المنة، اسمك على الجنات يا غاية المنة، يا صاحب السنة، يا صاحب السنة، يا خير خلق الله، عزي أنت عزي يا رسول الله، جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء، عزي أنت عزي رسول الله، جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء، يا أكحى
حلال عينين الله يا ثاني الاسنين الله يا اكحل العينين الله يا ثاني الاسنين الله يا مدنا الحرمين يا خير خلق الله اعزي انت عزي يا رسول الله جاهي انت جاهي يا ابا الزهراء عزي انت عزي يا رسول الله جاهي انت جاهي يا ابا الزهراء يا فوز من حضر وجلس الامراء يا فوز من حضر وجلس الأمراء سيدنا الحسن نظرا سيدنا الحسين نظرا السيدة نظرا شد العطاء لله عزي أنت عزي يا رسول الله جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء عزي أنت عزي يا رسول الله جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام. فتح الله عليكم، يعني سعدنا بوجودكم حقيقي، أصوات جميلة وإبداعات جميلة يا منا، وطبعا يعني احنا سعداء جدا دايما بكل المواهب اللي يعني استاذ محمد ونادي الادب والصالون الثقافي دايما حريص على انك تظهر هذه المواهب وتقدمها لنا واحنا نقدمها للساده المشاهدين. احنا بنشكر حضراتكم كل الساده الافاضل اللي في الكنترول، وكل انسان بصراحه بيدعم المواهب دي بنقدم له كل التحيه والتقدير والشكر. يعني احنا بنشكر حضرتك وبنشكر مرة تانية كل المواهب الشابة اللي معانا، ونتمنى دايما نشوف مواهب اكتر ونستمتع بيهم ونقدمهم